بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام للإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن و... لو أن لو أ... أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه، ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا، كما قال الله تعالى: ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد ابن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينه بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أصاب بفتح الزاي المعجمة زمعة. أحسن الله إليكم شيخنا. هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي بينه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه بعد. ونحن في كتاب اللعان، لكن سنتكلم عن هذا الحديث ثم نرجع بعد ذلك على ما تقدم من الأحاديث.
وفي هذا الحديث كانت من عادات الجاهلية إلحاق النسب بالزنا عافانا الله وإياكم، وكانوا يستأجرون الإماء للزنا، فكانت هناك من اسمها عناق كما في قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه، ولما أسلم أراد أن يتزوجها فنزل قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وكانت هناك امرأة تسمى أم مزهول إلى غير ذلك. أصحاب الرايات كانوا يستأجرون الإماء للزنا، وكان كما جاء في كتاب النكاح عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يكون النكاح وإنساب الولد على طرائق، أصحاب الرايات يدخل عليها الرجال لما تولد ولد تلحقه بواحد منهم ما يقدر يقول لا، لأنهم عارفين يدخلون عليها عياذا بالله بيوت الزنا. النوع الثاني المرأة يدخل عليها الرهط من الرجال، فإذا ولدت دعت القافة الذين يعرفون النسب من الأقدام، فتلحقه القافة بأحدهم فيلحق به. النوع الثالث الاستبضاع عياذا بالله، أن الرجل يقول لزوجه اذهبي لفلان واستبضعي منه، يعني خليه ينام معك حتى تحملي منه، يكون شريفا نسيبا إلى غير ذلك والعياذ بالله. النوع الرابع هو أن يأتي الرجل يطلب مولية الرجل، فأتى الإسلام نسخ كل هذه الثلاثة الأولى وأبقى الأخير اللي هو أن يأتي الرجل يطلب مولية الرجل. على كل حال كانوا يستأجرون الإماء للزنا كما بينا آنفا في الحديث عائشة. فإذا اعترفت الأم بأن هذا الولد لفلان ما يقدر يقول لا خلاص. لما جاء الإسلام أبطل كل هذا لما فيه من تداخل والعياذ بالله الأنساب، فأبطل هذا وقال وألحق الولد بالفراش. إيه معنى الولد بالفراش؟ إيه معنى الولد للفراش؟ أي للمرأة شيخنا للأم. أي نعم أيوة، كان هنا عن المرأة الفاعلة لهذا بيش بقوله للفراش. هذا الحديث أمنا عائشة تروي أن عتبة ابن أبي وقاص، وعتبة ابن أبي وقاص مات كافرا وهو أخو سعد ابن أبي وقاص، أوصى لسعد أنه وقع وأنه عاشر جارية اسمها زمعة، أنه عاشر واقع وعاشر جارية رجل اسمه زمعة ابن قيس. هذا أبو مين يا شباب؟ أبو عبد بن الزمعة. والد مين من زوجات النبي؟ سودة. سودة بنت زمعة. فقال له إن هو عاشرة جارية زمعة بن قيس، وهو والد مين؟ سودة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما معنى هنا الوليدة؟ ما معنى هنا في الحديث وابن وليدة أبي؟ جارية شيخنا. أي أحسنتم، الوليدة هي الجارية والأمة المملوكة، أحسنتم. طيب وأن ابنها عبد الرحمن بن زمعة بفتح الزاي المعجمة هو ابنه، فأوصى أخاه سعدا أن يضمه إليه ويرعاه. مرت الأيام ومرت السنون، فتحت مكة في سنة 8 من الهجرة، فأخذ سعد بن أبي وقاص الولد وقال هو ابن أخي عتبة، وقد أوصاني وعهد إلي أن أستلحقه به أضيف لنسبه. فقام عبد بن زمعة قال لا، هذا أخي وابن وليدة أبي، ابن جارية أبوي هذا، وولد على فراشه. فهنا ماذا حدث؟ تخاصم عبد بن زمعة أخو
ستنا سودة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الصحابة أجمعين. ففي الحالة هذه سعد يريد أن ينفذ عهد أخيه، وهذا من أمور الجاهلية، لكن سعدا لم يعلم ببطلان ذلك في الإسلام، لم يعلم ببطلان ذلك في الإسلام، ولم يكن أيضا حصل إلحاقه في الجاهلية. يعني حتى في الجاهلية الولد هذا ما أضيف لمين؟ لعتبة، لعدة أسباب. ممكن ما حصل الدعاء، أو أيضا الأم ما اعترفت الجارية هذه أنه لعتبة. المهم أنهم الآن حصل التخاصم ورفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد لك يا عبد ابن زمعة. ليش قال الولد لك؟ لأنه ولد على فراشه، فالولد لصاحب، تابع لصاحب الفراش، سواء كان هذا زوجا أو سيدا، وللزاني الحجر. قالوا إما يكون كناية عن الخيبة والخسران أو الرجم، وأنه لا حق للزاني في الولد. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام زوجته سودة بنت زمعة أن تمتنع من ابن زمعة المتنازع عليه، فلا يراها ولا تراه. ليه؟ من باب الاحتياط، لأنه في ظهر الشرع أخوها، لأنه ألحق بمين؟ ألحق بأبيها. لكن رأى الشبه بينا بينه وبين عتبة بن أبي وقاص، فخشي أن يكون من مائه، وهذا فيه من باب الاحتياط، ومن باب أيضا سد الذريعة. كل هذه اللي هي القواعد الأصولية التي نستشفها من داخل إيش؟ من داخل الأحاديث، والأخذ بالقرينة والأخذ بالقرائن في مثل إيش؟ هذا. فخشي أن يكون ما فيكون أجنبيا منها، فأمر بالاحتجاب احتياطا، والاحتياط في العبادات واجب. فما رآها حتى لقي الله عز وجل ومات. ليه؟ لأن الأصل في الأحكام تجري على الظاهر الثابت، وأيضا الأخذ بالاحتياط عند وقوع الشبهات، والأخذ بالاحتياط عند وقوع الشبهات. نعم. نعم، أحسن عليكم شيخ. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ: كان مجززا قائفا. أيوة، هذا الذي ذكرناه لكم لا، اسمه مجزز بتثقيل الزاي المعجمة مع الخفض، مجزز على وزن مفعل. وهذا الذي ذكرته لكم أيها الكرام الفضلاء من القافة الذين يعرفون النسب بالأقدام. وطبعا القصة هذه كان نائمين بجوار بعضهما وكان متغطيين، لم يبن منهم إلا الأقدام. أسامة ما هو لون بشرته رضي الله عنه؟ آدم. أيوة، كان آدم أسمر. كان أسود رضي الله عنه وارضاه. وزيد أبيض، سبحان الله. هو لم يرى وجوههما، إنما رأى الأقدام، قال: هذه أقدام بعضهم بعض. يعني كان الناس يشككون في نسب أسامة لأبيه زيد. من أجل هذا النبي عليه السلام
وكان إذا سر استنار وجهه كأنه مذهوب عليه الصلاة والسلام، كأنه القمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبني مدلج هؤلاء كانوا يعرفون بني مدلج باللام المخفوضة، يعرفون بالقيافة، يعرفون بالقيافة لأنهم يعرفون بوقع الأقدام وتتبع الآثار ومعرفة الشبه بين الناس بالأقدام، هذه القيافة اللي هم يشتغلون في الحرس الحدود وكذا، يعرفون وقع الأقدام وتتبع الآثار ومعرفة الناس بالأقدام. حتى من شدة القيافة يعني وصلوا مرحلة لو جاءوا على الرمال فوجده عليها آثار سيارة يعرف نوع السيارة، يقول لك هذه لاند كروزر، هذه جيب، هذه كذا، هذه كذا، يعني سبحان الله من شدة ما هم يعرفون ذلك سبحان الله. فاسمه مجزز، اسمه واسمه من؟ اسمه مجزز. ومن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي فرح ردا على ما كانوا يشككون. وبني مدلج المدالج هؤلاء ينسبون لمن؟ لمدلج ابن مرة ابن عبد مناء ابن كنانة، يلتقون مع النبي في جدي كنانة إلى آخر النسب الشريف، يلتقون مع النبي في جدي كنانة. وهذه من القبائل العربية المشهورة، وهم يعرفون بالقيافة، معرفة خطو الآثار وتتبع الآثار ومعرفة النسب من الأقدام. ومنطقتهم اللي هم فيها منطقة اسمها العشيرة ومنطقة اسمها قديد، هم يسكنون في العشيرة ذات العشيرة ويسكنون في قديد، يسكنون في قديد. عشيرة هي في الطائف، سأقول لكم الآن ما أقول لكم هذا مين تعرفونها، من أشهر من فيهم سراقة بن مالك المدلجي، المدلي بالله مش المدلجي، المدلجي ومجزز صاحب هذا الحديث. سراقة بن مالك تعرفونه طبعا، سراقة بن مالك ابن جعشم، سراقة مالك ابن إيش؟ ابن جعشم. وهؤلاء كانوا يعرفون بذلك، يعرفون بماذا؟ يعرفون بالقيافة، يعرفون بالقيافة. طيب العشيرة هذه مكانها بالضبط ينبع النخل، تعرفون ينبع النخل؟ معروفة معروفة. هذه هي العشيرة، وفي مسجد هناك معروف كان صلى فيه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأبي هو أمي. ووادي قديد، تعرفون وادي قديد؟ هم يقولوا عليه وادي قديد، ولكن هو اسمه قديد. هذا في فخليص، هذا يقع في منطقة إيش؟ خليص، يقع في منطقة خليص، وهو المكان الذي لقي فيه سراقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، قابلوا هناك في وادي قديد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا كان فيه موضع الصنم اللي اسمه مناة، كما قال ربنا عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وفيه التقى النبي عليه الصلاة والسلام وفد بني سليم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم تفضل فضيلتك. نعم السلام عليكم شيخنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ولذلك العزل هو أن الرجل يصب ماءه خارج رحم الزوجة. ويقول الشيخ بن باز: إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس. ولذلك يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا، فإذا دعت إليه الحاجة فلا حرج، وهو أفضل من استخدام الحبوب منع الحمل وكذا، لأنها تؤثر على هرمونات المرأة وتؤدي إلى بعض الأضرار. وهو أيضا مثله مثل تنظيم الحمل، يعني مثل تنظيم الحمل. ولا ينبغي له أن يعزل طول وقته، فهذا منهي عنه. هذا يسمى في فرق بين تنظيم الحمل وفي فرق بين منع الحمل. فهو العزل هنا يجوز لفترة من الزمن لتقوى المرأة إلى غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن العزل فقال: ذلك الوأد الخفي، ذلك الوأد الخفي، دلالة على الكراهة. والحديث عند الإمام مسلم، فهذا يدل على أنه كرهه كراهة شديدة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والجمع بين الأحاديث، حديث جابر وهذا الحديث، أنه يدل على أنه مكروه كراهة تنزيه، والإذن فيه محمول على أنه ليس بحرام، ولا ينفي الكراهة، وإذا احتاجه الرجل فإنه يفعله، فإنه يفعله، ولكن لا يستمر فيه. لا، قال النووي رحمه الله: العزل هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا في كل حال، وكل امرأة سواء رضيت أم لا، لأنه طريق إلى قطع النسل. لكن كما قال أهل العلم وكذا، إذا الإنسان احتاجه من باب أن تقوى المرأة إلى غير ذلك لفترة من الوقت فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن أن يجعله ديمومة فهذا ينهى عنه. نعم. إليكم شيخنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. أيوة نعم، هو هذا المقصود به على القولين السابقين أيها الكرام الفضلاء، في الجمع بين حديث جابر وحديث هو الوأد الخفي، لأن منع الحمل كما قال الشيخ ابن عثيمين هو على نوعين، أحدهما أن يكون الغرض منه تحديد النسل، بمعنى أن الإنسان يعني يقول خلاص ولد بنته كفاية انتهينا، فهذا لا يجوز. النوع الثاني تنظيم النسل، يعني المرأة تكون كثيرة الإنجاب وكذا، لكن تتضرر في بدنها في أمورها، فيجعل فترة بين كل طفل وطفل، فلا حرج في ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس ليش ليس
ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. لا إله إلا الله. نعم. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري وللبخاري نحوه. ولذلك قلنا أحسن الله إليكم ضرورات الخمسة، ومنها حفظ العرض والأعراض، فلذلك حفظت هذه الشريعة أن تختلط الأنساب، وحفظتها أيضا من الضياع، فتجد شريعة الإسلام أنها تحفظ من هذا الضياع لاختلاط الأنساب، بينما تجد الروم رومو هذول يعني كافرة بعيدة أنسابها، هذا يدل على عظم هذا الدين. وهذا الحديث عن أبي ذر، الحديث هذا جندب بن جناد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه من السابقين إلى الإسلام. وهنا يوضح النبي هذه الجمل، أولا ليس من رجل ادعى يعني انتسب لغير أبيه الحقيقي واتخذه أبا رغبة عن أبيه وهو يعلم أنه ليس أبا إلا كفر بالنعمة التي كانت لأبيه عليه وفعل ما يشبه أفعال أهل الكفر. والله هذا الحديث من دلائل النبوة، وهذا كثير في الكفار يوميا. آخر أنا قرأت لإيلون ماسك، طبعا هو عنده العياذ بالله من أولاد من الزنا والعياذ بالله، يعني من غير زواج شرعي، ما يتسمى الصديقة ولا يقول لك الكوبلز أو الديتنج التي يواعدها، فقام واحد منهم بغير الجندر حقه وأيضا بغير اسمه، قال ما أبغى هذا أنا سأتركه وليس هو بأبي. ففعلا هذه من أفعال أهل الكفر، هذا من أفعال أهل الكفر أيها الكرام الفضلاء. وإن استحل ذلك خرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، أن يعرف أنه هو ذا أبوه ويتركه وينتسب لغيره. وهذا فيه دلالة أيضا على حرمة ماذا يا شباب؟ تبني يا شيخ. أحسنت ما شاء الله، أحسنت باشا. حرمة التبني حرمة التبني. ومن جمال الشريعة قيد ذلك بالعلم، قالت وهو يعلم، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له، فلا بد منه في الحالتين إثباتا ونفيا. نعم. وهذا فعل دنيء يفعله أهل الجفاء والعياذ بالله والخسة والدناء، فإذا كان ولده فقيرا أو كذا تركه وراح انتسب إلى غيره. ثم بيّن في الجملة الثانية، ومن ادعى قوما، وهذا مهم جدا، تجد بعض الناس الآن ينزلون على قبائل وأقوام، وأكثر من واحد سألني في ذلك، قال نأخذ منهم مشهد وننتسب إليهم وهو ليس فيهم ذو نسب ولا من النسب ولا من القرابة. قال فليتبوأ مقعده بالفتح من النار. طيب هذه اللفظة ماذا نستفيد منها أصوليا؟ فليتبوأ مقعده من النار، نحن ذكرنا ذلك في ضوابط أمر من الأمور، قلنا إذا وجدت في الحديث توعد بالنار إن معناه أن هذا الفعل إيش؟ من الكبائر. أحسنتم، أنه من كبائر الذنوب، فهذا متوعد بمن ترك قبيلته وانتسب لغيرها وهو يعلم أنه قد فعل كبيرا وأنه متوعد فيها بالنار. طيب هل يخلد في النار؟ هذا في علم الله شيخنا. لا أحسنتم، نعم لكن لا أحسنتم، لك ما يخلدش في النار، غير مخلد وليس كفر يا شباب. نعم حرروا المسألة هذه، نعم هو كله في علم الله،
نعم كله في علم الله تبارك وتعالى، لكن هو فعل هذا ليس استحلالا، فعل هذا مذنبا. فاحنا نحن على عقيدة أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار. من الذي قال أن فاعل الكبيرة خالد في النار؟ الخوارج. المرجئة المرجئة قالوا لا يضر مع الإسلام مع الإيمان ذنب، حتى لو كذا ما يخرج ولا يدخل النار، هذا مؤمن، كل الناس على إيمان جبريل وميكائيل. هؤلاء هم الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويقولون هو خالد في النار. طيب، ومعهم آخرون اختلفوا في مآلهم في الدنيا لكن حكموا عليهم في الآخرة أنهم فين؟ في النار خالدين. مين مع الخوارج؟ المعتزلة. المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة فاسق، لا كافر ولا مؤمن في الدنيا، لكنه في الآخرة هو خالد مخلد فين؟ في النار. وأهل السنة والجماعة قالوا لا، هو فعل كبيرة ويحاسب عليه أن أدخله الله النار، لكن ما دام موحدا فإنه يخرج النار بعد أن يقضي ما عليه. نعم، ما عليه. هذه الحديث تبين النهي عن انتساب الإنسان لغير أبيه ولغير قبيلته لغير أبيه، وأن هذا من أسباب العذاب والدخول في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، لماذا أطلق الكفر هنا على المعاصي؟ لأن من الكبائر، لأن كفر النعمة، لأن من كفر النعمة، لأن من كفر إيش؟ من كفر النعمة، وتنافي كمال الإيمان، وتنافي كمال الإيمان. قال ومن دعا، الجملة الثالثة، ومن دعا رجلا بالكفر، يعني قال له يا كافر أو قال له يا عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه، رجع عليه ما قال، رجع عليه ما قال. تفضل فضيلتك. نعم نعم شيخ، انتهى الباب حفظك. طيب، ترجع لفضيلتك من البداية. نعم شيخ، حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. طيب، نتوقف هنا حتى نعم نقول اللعان في اللغة لا عنا يعني لا عن الرجل زوجته، يعني رماها بالفجور والزنا عافانا الله وإياكم. لماذا يسمى لعانا؟ لأنه يذكر في آخره اللعنة، واللعن هو الطرد والإبعاد كما نقل ذلك أهل اللغة. واللعان في الاصطلاح كما في آية النور شهادات مؤكدات بالأيمان، أربع شهادات والخامسة كذا وكذا، مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة. لماذا جعل اللعن من جهة الزوج والغضب من جهة الزوجة؟ والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليها. ذكرنا ذلك لما تكلمنا في التفسير عن سورة النور. هاي شباب، لأن النساء أكثرنا من أيوة، لأن المرأة يعني مسألة إن اللعن بالنسبة لها الأمر عادي، هي يكثر فيها اللعن، لكن الرجل لما تقول له يا ملعون ترى يزعل، ممكن يعني حتى تسقط أرنبته. لكن كذلك الغضب في حق المرأة، لو تعرف أن مثلا زوجها يغضب عليها ولا كذا، يؤثر فيها ذلك. طيب، قلنا مقرون باللعن من جهة الزوجة وبالغضب من جهة الزوجة، قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حق الزوجة كما قاله البهوتي. صيغة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها بها من الزنا، أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. وفي الخامسة يقول لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا. فترد عليه الزوجة:
أنها أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا. وفي الخامسة تقول غضب الله عليه إن كان صادقا فيما رماها بها من الزنا، كما نقله أصحاب المذاهب النووي من الشافعي من أي الطالبين ابن مفلح في الفروع البهوت في كشف القناع من الحنابلة، حاشية ابن عبدي من الحنفية، منح الجليل شرح متن خليل من المالكية. طيب أخذوا هذا الكلام من فين يا شباب؟ الآيات في سورة النور شيخ. أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، يعني يدفع عنها حد الرجم، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ووجه الدلالة هو حديث ابن عمر الذي ذكر، وهذا عليه الإجماع، نقله ابن حزم وابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع. حكم اللعان أيها الفضلاء مشروع، ودليله آيات النور، ومن السنة في حديث سهل بن سعد الساعدي في المتفق عليه أن عويمر العجلاني جاء إلى عاص بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وهذا عليه الإجماع أن اللعان مشروع، ونقل الإجماع على ذلك الماوردي في الحاوي وابن رشد الجد في المقدمات وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد وابن حجر في فتح الباري، ثم يفرق بينهما إلى الأبد، لا يرجعان لبعضهما أبدا، لا يرجعان لبعضهما أبدا، وبه تثبت الفرقة بين الزوجين، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. وأيضا من حديث نافع عن ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما، يعني خلاهم يعني يتلاعنان، يعني يقسمان. وأيضا من حديث ابن عمر أيضا ما قال: لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. وهذا واضح، لن تبقى ألفة بعد أن تلاعن كل واحد منهما للآخر. وبه يسقط حد الزنا عن المرأة، وبه يسقط حد القذف عن الزوج، وبه أيضا ينفى الولد من نسبته لأبيه إذا جاء ولد بعد كده والعياذ بالله، وينفى أيضا الحمل، أن هذا الحمل الذي في بطنها المرأة لهذا الزوج. ولذلك النبي يعني لما قال: انظروا إذا جاء أكحل العينين سابق الأليتين، يعني إيش يعني؟ عظيم، يعني الاستحق كبيرة. خدلج الساقين، يعني أيضا خدلج الساقين يعني سيقانه أيضا كبيرة، فهو لشريك ابن سحماء فجاءت به كذلك. سبحان الله، قال: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن، يعني خلاص الحكم قد مضى، وهذا أدب النبي عليه السلام مع الأحكام الشرعية، الحكم قد مضى،
وإلا لو لم يكن كذلك لا قام علي حد إيش؟ لا قام علي حد القذف، لا قام عليها حد القذف. أيها الكرام الفضلاء، سترنا الله وإياكم وستر بيوتنا ونجانا وإياكم من كل شر وضر. صلى الله عليه وسلم.